ما معنى النفاق؟ النفاق منه نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يضمر الشخص الكفر ويظهر الإسلام بلسانه، ولكن قلبه منعقد على الكفر. قد قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من نفاق العمل فلا يخرج الشخص من الإسلام، ولكن يعاقب عليه إلا إذا عفى الله عنه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر.